تماماً جداً. قبل أن نذهب مباشرة صوب ملفنا الثاني، ننوه فقط إلى العاجل الذي يظهر على الشاشة الآن، وهو نقل وكالات أنباء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن المقاطعة العربية لقطر تشكل عملاً إيجابياً. هذا ربما يدفعنا للعودة مرة ثانية إلى نقاش هذا الملف أو التعرف على مزيد من التفاصيل حال ورودها إلينا.